السلام عليكم حبوباتي، كيدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله. كيف ما وعدتكم سابقا قلت لكم غادي نتقاسم معكم الشكل النهائي ديال القفطان، وغادي ندرج لكم من خلال هذاك لا فيديو المراحل اللي مر من هذا القفطان، المراحل اللي شاركتكم فيها ديجا التطبيق ديال هذا الطرز والتطبيق ديال الرشيم والتطبيق ايضا ديال التنبات، يعني جميع المراحل ديال هذا القفطان شاركته معكم في فيديوهات سابقه، وغادي ندرج لكم الروابط في صندوق الوصف ان شاء الله ديال الفيديوهات كلهم. فيديو ديال طريقه البريد بشرح مبسط وسهل، اي وحده ممكن تطبقه من خلال هذاك لا فيديو ممكن تطبق البريد. فيديو ايضا ديال طرز الرباطي مع اعطاء عطيتكم فيه جميع الشروحات وجميع الاسرار ديال التطبيق ديال الرباطي اللي تيكون تطبيق محترف ما تيكون فيه لا اخطاء لا والو. وشاركتكم ايضا الغرزة ديال السلسلة اللي تدار كإطار التنبات أو لك إطار الغرزة الفرنسية، أيضا هذيك الغرزة زوينة وتتنقي الخدمة وتتخليها خدمة محترفة ونقية. وأيضا شاركتكم طريقة التنبات اللي هي سهلة وتتعطي واحد المنظر زوين، ما تنسوش قولوا لي الشكل ديالو كيف داير، لانه هاد التنبات اللي شاركتكم سهل سهل جدا، اي مبتدئه ممكن ديروه. كنت غادي نعمل في بلاصه هاد التنبات ديال ديك الورده بالغرزه الفرنسيه، لكن داك الوقت عملته بالتنبات. وما ننساش نقول لكم بانه اهم حاجه في الطرز هي الرشيم، الا كان الرشيم خطا فكل شيء الخدمه ديالك غادي تمشي خطا، وخا تكوني تعرفي الطرزي. والطريقه اللي درج لكم في هذا الفيديو اللي عيبان لكم في الاي ديال الرشيم، طريقه سهله وما تجيب شكل اخطاء لا والو، وتحطيها بمقاييس لانني انا تنعتمد نحطها في كورساج اصلا، فتبعوا هذيك الطريقه ديال هذا الفيديو غنخليها لكم في صندوق الوصف، غادي تريحكم بزاف بزاف بزاف. انا دابا وليت اعتمدها في جميع الخدمة اللي تنبغي نخدمها ونطرسها تنعتمد هذيك الطريقة، تتريحني بزاف ما تيكونش أخطاء في الرشيم. المهم هنا تنبين لكم فيه صدر ديال القفطان، صدر ديال القفطان كما تتشوفوا راه في لاكو برينسيس، وحنا خدمنا غير الطرف ديال الربع ديال الصدر اللي من جهة السيفة هو اللي خدمنا عليه الطرز، اما الجانب الاخر ما درناش فيه الطرز. علاش؟ لانه الا كانت لاكوب خانسيس من الافضل من الافضل دائما تخدمي هاد الجانب هذا اللي تيكون بجانب السيفة، حيث انه تتخدمي الموديل اللي تيلائم انها تجي من جانب السيفة فقط، ما تتكونش رشمة شادة الاطار كله ديال السطر. كيف ما تلاحظوا هنا تنبين لكم من بعد ما لقينا الطروفة بجوج اللي خدمنا في الطرز واللي شاركتكم فيها طريقة ديال طرز البريد، راني شرحتها في الفيديو بطريقة مبسطة بزاف وما غفلت لكم حتى شي مرحلة من المراحل. حاولت من خلال هذاك لا فيديو انكم تعلموا الغرزة ديال البريد بالاضافة للفيديو ديال طرز الرباطي، وشاركتكم من خلاله التقنيات اللي خصكم تعطوا لها البال واللي هي اللي تتخلي لكم طرز رباطي متقون، وايضا التنبات بسيط ولكن تعطي الشكل عنده جماليه. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون مفيد لكم، تنتمنى انكم تاخذوا فكره عنه منين تبغوا توظفوا في هاد الجماليات اللي وضفنا ديال الطرز مختلف، رباطي مع بريد مع تنبات، والشكل اللي تعطينا في الاخير باش تكون عندكم فكره باش تنبتوا قفطانكم. ما تنسوش تشاركوني التعليق ديالكم الاراء ديالكم كيف جاكم القفطان، واللي عجبها الشكل ديال أو الاختيار ديالنا ديال الطرز وديال التنبات اللي وضفنا في القفطان، تشاركني بتعليق. وحتى اللي حبت أن نشاركها
فكره في قفطانها، ما عليها الا انها تعطيني نوع الثوب اللي اللي باغات طرز اللي باغات طرزو، والشكل ديال الرشمه، الشكل ديال القفطان اصلا، الشكل ديال القفطان اللي باغات تعطيه، واش باغا تعطيه شكل ديال قفطان تقليدي محض او لا قفطان بشكل يعطي لمحة عصرية، او لا قفطان كلاس ولكن عصري او ميم طون، يعني الشكل اللي بغيتو شاركوني معاكم في التقنيات اللي بغيتو توظفو، وانا غنعطيكم قاع اللي استفدتو من خلال تجاربي في الطرز. اي واحد راه يعني المشورات تعطي افكار بزاف وتتفتح لك عينك، حتى انك تقدر تكون عندك معلومات ولكن ملي تتشاوري مع واحد اخر تيطيح لك في بالك شي فكره اللي ممكن توظفيها وكانت غايبه لك على بالك وتوظفيها وتجيك زوينه وتعطي جماليه اكثر. نتمنى ان لا فيديو يكون مفيد لكم، نتمنى انكم القناه ذات فائده لكم، ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، لان تفعيل الجرس هو اللي تيخلي كل جديد تنزلو في القناه يوصل لكم. تتمنى لكم التوفيق وحظ للجميع، وشكرا.